تحية مجددا وتحية لجريدة أشواق. اليوم التظاهرة والمظاهرة اللي كيخوضوها طلبة كلية العلوم وطلبة جامعة الشعب الدكالي عموما هي كتنديد بالممارسات اللاديمقراطية التي تمارس على أبناء وبنات هذا الوطن وخصوصا فببلدنا الذي يدعي دولة الحق والقانون نلاحظ أن هناك مجموعة من الممارسات يروح ضحيتها مجموعة من المواطنين لا لشيء إلا لأنهم مواطنين، وكما وقع لمحسن فكري في حسيمة قد يقع لجميع المواطنين، ولا كان هو طحن في ماكينة الزبل رحنا ليوميا كنطحنوا في الطوبيسات. اليوم التظاهرات تقوم تحت إشراف اتحاد الوطني طلبة بالتالي نحمل الدولة المغربية والحكومة كافة المسؤولية فيما يعاني الطلبة والطالبات والمواطنين، ونقول لهم مطالبنا واضحة وغير قابلة للتجزئة، وهي توفير نقل عمومي لكافة المواطنين يلاق بهم، توفير مجموعة من الحافلات تخص الطلبة والطالبات كما هو في الدول المتقدمة، وثمن التذكرة خصو يكون في الخضرة ديال الطالب لأن الطالب ماشي منتج. وتحية لك يا طالب يا طالب.